طيب إذا حبلش المحاضرة، شو عندنا الجلسة الماضية؟ أخذنا القسم الأول من جيتويري معي، صفي علينا القسم الثاني والمحاضرة اللي بعدها عن البوتستراب. طيب مين بيذكرنا شو هذا الجيتويري؟ شو قلنا؟ شو الفكرة؟ الفكرة مثل ما شفنا الدرس الماضي شو؟ إنه بدي أحدث جزء فقط من الصفحة بشكل مثل ما سميناه لايت. فشو قلنا؟ ان الجيكويري هي مكتبه مكتوبه طبعا اكيد طالما عم نشتغل كلاينت سايد بجافا سكريبت، وفيها مجموعه كبيره من الوظائف يلي بتتيح لنا نقوم بهالقصص. طيب شو كانت الفكره الاساسيه قبل ما بلش؟ انه شلون بدي احدد عناصر ال HTML وشلون بدي سجل عليهم احداث مختلفه لتتنفذ لما المستخدم يعني بيقوم بهالاحداث مثل الكليك الى اخره. تمام؟ وقلنا انه الشكل الاساسي شو كان الشكل الاساسي او الفانكشن الاساسي في معظم الاحيان شو حكينا؟ على الريدي تبع الفورم. اذا هون استعرضنا المكتبه كلها هذا عملنا الدرس الماضي هون قلنا بشكل عام مثلا لو تفرجنا على هذا لو ما نفذنا معناتها انا منزل الجي كويري وحاططها على حاسبي. في ناس بيفضلوا انه دائما يربطوا اونلاين مع الوصفات. بعدين شو عم اعمل هون؟ فاتح سكريبت وهذا الدولار شو قلنا؟ الدولار هو وسيله تحديد عناصر مختلفه. مثلا لما بقول له دوكيمنت معناتها الوثيقه الحاليه. ديب شو معناتها؟ ديب كل الديفيجنز اللي موجوده بالصفحه. الهاش معناتها اي دي معين الى اخره. اذا كلنا هذول شفناه من الدرس الماضي. طيب معناتها هون شو عم اقول له؟ شو هذا الفانكشن؟ سميناه انونيمس فانكشن، انه انا بدي اكتب فانكشن بدون ما اعطيه اسم. تمام؟ بدنا ننتبه طبعا للاقواس، يعني انه هذا من هون لهون، هيدا القوس المعقوف من هون لهون الى اخره. معناتها انا هون شو عم اقول له؟ سجل لي على كل شيء ديفيجن بالصفحه على حدث الكليك، انه كل ما كبست الديفيجن ينفذ التعليمات يلي مكتوبه اللي هون عباره عن اليرت. تمام؟ شفنا شيء واحد ثاني. شفنا السلكتر، هي هون اخذنا امثله عنهم، نجمه كلهم في باراجراف، اذا بنحط فاصله معناتها هاد او هاد، ديفيجن هاش معناتها الديفيجن اللي له هذا الاي دي، اذا عندنا ليست فينا نحدد اي عنصر منها. شو في شغلات شفناها كمان الدرس الماضي؟ الكلاسات مهمة، لأنه أحيانا أنا أعطي كلاسات للعناصر بهدف إني أحددها، كمان هذول شفناه هون. مثلا هذا نوقف كمان عند هذا التمرين، شفنا شو عم قول له هون بهذا التمرين؟ لا تنسوا إنه لما بقول له دولار بي معناتها شو عم حصل؟ الري من كل شيء. باراجراف موجودة على الصفحة. لذلك هون شو عم اعمل؟ كنت عم اعمل حلقه فور على الاري، وكل مره اطبع لقينا ال HTML تبع الباراجراف. طيب شو شفنا كمان؟ شو شفنا؟ ايه انه اذا عندي كلاسات، شو معناتها كلاسات؟ يعني سي اس اس كلاس، سواء حاططهم على مستوى الصفحه او سواء حاططهم بملف سي اس اس مثل ما تعلمنا. فاذا شو بكتب؟ نقطه. شو معناتها هي النقطة؟ معناتها هون عم قول له كل شيء عناصر من هذا الكلاس اقلب شو كان بالكلاس؟
بيقول لهم حالة الكلاس، معناتها ده السمول شو حيعملوا بيك. طيب كله هذا اثنان نجمة تحديد كل العناصر. هون مثلا شو عم اعمل؟ عم اقول له ضف لي الكلاس بيج لكل العناصر الموجودة بالصفحة ضربة واحدة. معناتها كل شيء عندي عناصر بالصفحة شو حتصير؟ حتصير بالكلاس بيج. شو شفنا بعدين كمان؟ اي تعامل مع الاتربيوت. هلا اللي شفناهم اللي قبل شو كانوا؟ شو كانوا اللي قبل؟ تعامل مع التاج مع الكلاسات. مثلا شو قلنا؟ بشكل عام يا في عم اقرا يا عم اكتب. شو معناتها يا عم اقرا يا عم اكتب؟ مثلا بهذا المثال شو عم اقول له؟ روح على العنصر اي ام اقرا لي قيمه الاتريبيوت تايتل تبعه. معناتها اتريبيوت عم اوصل لاي بروبرتي من التاج. بعدين شو عم اقول له؟ روح على الديفيجن يلي الاي دي تبعه كذا، خذ هذا التايتل وين اكتبه؟ بالتكست تبع الديفيجن. تمام. يمكن هون عملنا هون هذول كلهم. بعدين شفنا كم ميثود لنضيف او نقلب الكلاسات. اد كلاس مثلا بيضيف كلاس لعنصر. شو هذا الجدول؟ مين بيذكرنا؟ كمان شفنا الدرس الماضي. شو معناتها هي اد زوج مفتاح بروب؟ انه البروبرتيز ممكن تحطهم بجيسون نوتيشن. كي فاليو اقواس كبيره، كي فاليو، كي فاليو اذا كان عندي اكثر من شغله بدي اشتغل فيها، او بعطيه الكي والفاليو دغري. ريموف اتريبيوت حذفناها. هذا كلاس عم اختبر انه اذا عنصر له هالكلاس. ريموف كلاس عم امسح الكلاس. طب الكلاس عم إضافة إذا موجود، وإذا موجود بحذفه. هذول شو الـ HTML؟ قوسين فاضيين معناتها عم اقرا، قوسين فيهم قيمة معناتها عم اكتب. نفس الشيء التكست ونفس الشيء الفاليو. بقوسين فاضيين معناتها عم اقرا الفاليو، قوسين وفيهم قيمة معناتها عم اكتب القيمة. تمام؟ مثلا هون تعالوا ناخذ لنا شيء مثال. شو عمل له هون مثلا؟ روح شوف لي الاتريبيوت كاستم، اقرا لي قيمتها من العنصر اللي الاي دي تبعه كذا. هون شو عم اعمل هون؟ روح هون شو عمل له؟ اكتب لي بالاتريبيوت از سامبل ايمج وهكذا. طيب هون يمكن هذا اخر تمرين وقفنا عليه. شو هذا كان التمرين؟ شو كان عندنا هذا التمرين؟ ان واحد هذا انه عندي صوره عم روح حط كل هالخصائص فيها. هلا يمكن عملنا على ايفن اضبط كان، هلا بنفتحه فعم اقول له حط لي السورس والتايتل والعرض. هيك يمكن شفناهم هذول كانوا هون. بمعنى بده يكون اوف. ليش هيك صار؟ عليكم كبسنا مضبوط. شو اللي صار؟ ان الصفحه لذلك طالعه هيك. شو نام؟ إذا هون شو؟ شايفين؟ حاطط سورس شو مكان وتايتل شو مكان وأرض شو مكان. معناتها هون أنا شو عم أقول له؟ أي شيء بعمل كليك عليه حيضبط هدول الأتريبيوت، يعني حاطط دولار نجمة كليك. معناتها أي شيء بعمل كليك عليه بيضبط، شو وين ما كبست عم يصير.
ايوه صح. طيب نتابع من هذول هذا هم افغان. شو كان هذا هون؟ هذا بسيط يمكن انه عم نقرا الاش تي ام ال وحطه كتكست، فهون بما انه في بول اعطاني المؤثرات تبع الاي والفلاش اي، معناتها اكيد هون بعم اعمل حدث عم اقرا الاش تي ام ال. طبعا الاش تي ام ال هو يعني نص معدات بينما التكست فمعناتها مثل ما هو عم ينكتب. طيب هي اكيد شفناها. هي شو هي كانت مثلا بدنا شلون بنوصل لعنصر. هلا هذا القائمه شو كان العنصر تبعها؟ 012 معناتها يبدو عم قل له شو عم قل له؟ عم قل له روح على الليست ال اي ايكوال 2 معناتها ثالث وحده. وشو عم اعمل فيها ثالث وحده؟ شو؟ عم قل له سي اس اس معناتها صار عندنا ال و اتش تي ام ال واتربيوت وتكست. هون شو معناتها كان؟ الفكره التعامل مع خصائص السي اس اس، لا تخربطوا بين الاتربيوت والسي اس اس. الاتربيوت شو الاتربيوت؟ البروبرتي مثلا سورس ال اي ام جي، بينما السي اس اس بتاعته هي الخاص الاتربيوت بينما السي اس اس وبقلبها شو في بقلبها مجموعة من الكي فاليو. تمام؟ وآخر واحد أو مو آخر واحد شو كان هذا؟ في شيء يعني ما عندي اليوم. هذا الظاهر عم اخذ عدة سي اس اس، معناتها لورجيكم شو لورجيكم الجيسون نوتيشن، يعني انه لما بيكون عندنا كذا قيمة بنحط الاقواس الكبيرة وبنحط كي فاليو فاصلة كي فاليو الى اخره، مثل الاتريبيوت مثل كل البقية لما بيكون عندي مجموعة من الكي فاليو. اخر وحدة شو كانت اخر وحدة؟ شو كنا هون يمكن عم نثبت على واحد بصير شيء ولا لا؟ لا هون بس انه عم غير السي اس اس تبع ديفيجن. بالبدايه بيكونوا كلهم مثل بعضهم، ما هيك ديفيجنات بيعرفوا. هون شو قلت له معناتها؟ فير. لاحظوا شو عم قل له؟ روح على اول ديفيجن واسمية مثل العادة، معناتها عم اعمل اسناد عم اعرفه اعطيني اياه بيكسل طبعا، وبعدين عم العب بالباك جراوند كلر عم احطها مثلا. اذا لاحظوا هذا يمكن ملخص عملناه المرة الماضية، انه كل شيء عم اقدر شو اعمل فيه عم اقدر اتعامل معه واوصل له. هلا شو بدنا نحكي كم شغلة اخرى؟ اذا هذول كلهم شفناه هون التعامل مع السي اس اس، اذا عندنا اكثر من خاصيه بدنا نتعامل معها مع السي اس اس. هي هون مثل العادي سي اس هلا سي اس اس اسم البروبرتي برجع لنا اياها بروبرتي فاليو، معناتها عم نسميت بروبرتي لما بكتب بروبرتي شو معناتها؟ معناتها عندي مجموعه من الكي فاليوز هاي، هون عم اسند هون عم اقرا ويكس هون عم اسند هون عم اقرا. هون شو عم اعمل؟ شفنا يمكن شوي عم اقرا الاش تي ام ال وحطه بالتكست العنصر الثاني. طبعا على حدث الكليك يمكن هذا هو اصلا. هون شو عم اعمل معناتها؟ مين بيقول لي؟ اللي عم اكبس عليه، اللي عم اكبس عليه عم اخذ
النص اللي بقلبه وحطه فوق. ما هيك؟ معناتها هون شو عم نتعلم؟ شو عم نتعلم هون؟ عم نتعلم هي القصة الأساسية الهيد. ما كثير ركزنا عليها. حتى بالجافا سكريبت يا ريت عملنا كفو لما أخذنا الجافا سكريبت ما استخدمناها. بس هي شو معنى تزيد؟ إنه أنت ممكن تكتب نفس الإجرائية على كذا عنصر. فإذا بدك شيء من العنصر اللي واقف عليه شو بتقول له ذيس مثلا افرضوا عندك 10 تكست بوكس بدك التشينج او 10 زرار ما فرقت بدك تعمل عليه كليك بدك تغير الفاليو المكتوبه عليه شو بتقول له ذيس نقطه فاليو بقلب الحدث معناتها شو صار العنصر اللي وقع عليه الحدث فهون انا شو عم اقول له كل شيء اللي بدنا عم بعرف عليه الفانكشن التالي فيت اشتي ام ال عطيني اشتي ام ال تبع الديفيجن يلي صار عليه حدث الكليك وشو عمل اكتبه فوق فوق يبدو عامل شو هي الريزلت اكيد في شيء شغله هون اسمه ريزلت وين وين ليكا سبان اي دي ريزلت مين بيتذكرنا شو السبان وشو الديفيجن هي بقيت معنا بالسي اس اس شو الديفيجن؟ الديفيجن عادة هو حاوية بنحط فيها مجموعة من القصص. السبان شو كان السبان؟ انه بنكون مثلا ضمن دي اس اس معين الظفرة شو ما كان الديفيجن بدي اطلع خارج السياق فبفتح شو سبان. لا تنسوا هذول السي اس اس بالبعض في كثير شغلات جاي بعد سي اس اس شو معناتها هي هاش ديفيجن شو معناتها؟ معناتها عم اقول له طبق هالسي اس اس على كل شيء عنصر له هالديفيجن هون عاطي ثلاثة هاي ديفيجن المارجن شو معناتها المارجن الهامش البدين شو البدين الحشوة شو يعني الحشوة؟ يعني المسافة بين البوردة تبع الخلية والمحتوى تبع الخلية البوردر 2 سوليد هذا اللون الستات يمكن بيطلع ما بعرف ازرق يلي هو شلون طالع ازرق الستات انا بدي اطلع ازرق شو طالع هذا اللون والويت كذا الستات مين بيقول لي هذا اللون شو هذا الستات سؤال هيك على السريع وشو يعني الكريبتات؟ كريبتبعات، كريبتضمانات إذا حطينا نفس الخان، نفس الرقم باللون شو بيطلع معنا؟ شو بيطلع معنا؟ ما عارف بيطلع لون بس عمول الذكاء إذا حطينا نفس الرقم بالاحمر والاخضر والازرق بيطلع درجات الرمادي. اذا تساوي اصلا صفر 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 شو هو؟ الاسود. واحد 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 بيطلع يعني اسهل شوي وهكذا. يعني هيدا الخوف طيب. اوكي هون شو عم اعمل معناتها مين بيجي هون شو عم اعمل رح رزعي شو قاعد هون ما كنا نتحذر انه كل ما كبست عم ينكتب بداله مين بيجي شو معناتها كاتب لا بدا شو عم اقول له كل مره اللي كبست عليه لاحظوا جديدة دولار دي انا عم اقول له دولار ديفيجن هون شو عم اقول له دولار دي عم استخدم ميثود ريبليس ويب
شو عندنا غير الريبلاي كوين؟ معناتها اللي كبسته استبدل لي اياه بهال اتش تي ام ال. شو عندي غير الريبلاي كوين؟ انت عندي جدول لكم. وين الجدول؟ اكيد حاطط لكم. يعني شو هدول؟ هدول شو بنسميهم؟ ميثود. لازم تكون دائما عندنا ثلاث شغلات هلا. بروبرتي ايفن ميثود. اعطوني اسماء اربع ميثود تطبق على عناصر الانبوت. مرقت معنا غير هدول ما لهم علاقه. هدول جي كويري معناتها كاستم ميثود. اعطوني اسماء ميثود اساسيه. هلا الايفن كليك اون كليك تشينج اون تشينج هدول شو بنسميهم؟ ايفن. اعطوني اسماء اربع ميثود استخدمناها بدروس الجافا. يا حبيبي شنقر عمر معهم. شو يعني ميثود؟ يعني بكتب اسم العنصر او بكتب العنصر نقطه طبق عليه ميثود. طبعا مو اسم العنصر بكتب، بكتب الاوبجكت تبع العنصر. شو يعني الاوبجكت تبع العنصر؟ انا اذا كان عندي عنصر اي نيدو اكس شلون بوصل للاوبجكت؟ بقول له دوكيمنت مثلا نقطه جيت اليمنت باي اي دي الاي دي تبع العنصر. تمام؟ سميناه دوم. كنت اكتب لكم اياه. انا احب اسمي هذا الفاريبل دوم انه دوكيمنت اوبجكت موديل. لك شو بدهم؟ شو في عندنا ميثودات شفناها مثلا كنا نقول له نقطة فوكس. شو معناتها فوكس؟ معناتها حط التركيز عليه. شو كان عكسها؟ بلور طلع من العنصر. شو في عندنا ميثودات ثانية شفناها غير سلكت بحدد مرة لما هي عملنا التمارين انه في اخطاء فكنا نعمل فوكس وبعدين سلكت. فهذول الفوكس والسلكت شو بنسميهم؟ ميثود. طيب هلا هون شو اجوا عنده؟ بعطونا بعض الميثودات الاخرى. افتر ابند ابند تو بيفور كلون امتي اتش تي ام ال انسيرت افتر الى اخره ريموف ريبليس اول ريبليس ويز. يعني كلهم كنا كنترول هو شوي مثلا ناخذ افتر. شو معناتها افتر؟ انه بعطيه كونتنت ليحطه بعد العنصر. شو يعني كونتنت؟ يعني اتش تي ام ال before معناتها حطه قبله. هون شو هلا استخدمنا نحن؟ replace with. تمام؟ فهذول لازم يعني تقرون او تشوفون عن طريق وين كان البراوزر اللي كنا عم نشتغل عليها. ايوه. اذا هذا شو معناتها؟ اللي بكبس عليه بستبدله بهي الاش 1. شو معناتها؟ معناتها لاحظوا كل ما عم يكبس على واحد عم يتبدل. ماشي؟ طيب اللي بعده يعني هو كل تمرين عليه فكره. كليك اون اني سكوير بيلو. شو عم يصير؟ ما بعرف نبيان هذا نشوف. اللي عم يكبس عليه عم يختفي. شو معناتها؟ معناتها بيشبه. شو بيشبه؟ شو بيشبه؟ بيشبه الميثود. معناتها اكيد لا مو ريبليس. ما بعتقد ريبليس. اكيد في شيء طريقه اخفاء او شيء ريموف. ما بقدر هلا يمكن اذا عملنا ريبليس طبعا مش بعرف ريموف ولا شيء. طيب اذا ريموف شو معناتها؟ ريموف طار العنصر.
طيب اللي التمرين اللي بعده، عملت التمرين اللي بعده كبيرت على شيء واحد قال، يا سلام، كل ما عملت بس على واحد معناتها هون شو عامل؟ لحظة، هذول الشغلات يعني وين هذول القصص؟ لما بيكون عم برمج لعبة أو عم برمج قصة كلاين سايد، تمام؟ بيكتب مثلا مور، يعني هذول أكثر شيء استخداماتهم بالأنيميشن. هلا هون شو بتتوقعوا؟ هو اللي عم يكبس عليه عم ينحط شو بدها تكون؟ بيفور او شيء، يعني يا سلام عليك. شو عمل له هون؟ انا سجل لي على كل شيء ديفيجن اللي بيكبس عليه، حط قبله ديفيجن فاول. شو هاد ديب؟ بكلاس ديب، معناتها انا هون معرف، لاحظوا هيك نقطه ديب ومعرف القصص تبعه. تمام؟ طيب اللي بعده، طبعا هذول كلهم محطوطين هون بالملف، يعني مش عم ترجعوا لهم، يعني اكيد ليش هيك عم ينام اليوم عندي هذا الكلام؟ ابصر شو I click on any square. ما بعرف شو بيصير. اوكي، عم اكبس عليه. هي بسيطة. عم اكبس عليه عم يطلع رسالة، يعني ابسط من اللي عملناه هون. ليش هون متأخرين ولا هلا؟ ما في شيء جديد بهذا التمرين، بكبس عليه عم يعطينا هي الرسالة. التمرين اللي بعده، هاي يمكن اخطاءه وظهار بسرعة، نحدد السرعة لو يطلع وينزل. تمام؟ معناتها شو؟ في عندي شغلة عم بخفيها، بس يبدو في مؤقت زمني بيعطينا زمن الإظهار وزمن الإخفاء. مضبوط؟ شو معناتها هالإخفاء؟ ليك معناتها عندي ميثود اسمها شو وميثود اسمها هايد. شفتوهم؟ هلا انا هون معناتها اكيد عندي زرين، كل واحد له اي دي، فعم سجل. هي بنسميها العمليه لما بكتب هيك انه عم اربطه بحدث، هي شو بنسميها؟ تسجيل الحدث. هلا شو عم نقول له معناتها؟ لما نثبت على زر الشو وعلى هذا الديفيجن شو الف. شو الالف؟ اكيد مين اللي ثاني؟ ماشي؟ والإخفاء نفس الشيء، لذلك هلا إذا بغيرها شو بصير؟ بيخفى أو بيسرع. طيب بعدها شو هون عم نعمل معناتها؟ شو عم نقول له؟ هون عندي شو عندي؟ عندي ديفيجن، اول واحد كليك مي، ديفيجن من كلاس تارجت ابتدائيا في الصوره، واخر ديفيجن. هلا يبدو انا شو عم العب؟
على التارجت شفتوه، شو يعني يعني هذا هو اللي عم يلعب عليه. شو معناتها دبل؟ شفناها بيقلب حالته. شو معناتها عم تاخذ بارامترات؟ سلو شو معناتها سلو؟ شوي شوي. معناتها هون شو عم عمل؟ كل ما عم اكبس عم شو هاي يعني دبل هي شو هاي هم عم في بسرعه بالبارامتر. تمام؟ اذا كمان شغله بسيطه يعني من مكتبي عم نستعرضها، شوفي هون خير ان شاء الله ايش هم العايدون بس في شيء جديد بعد بايد اوكي. هون عم نورجيكم طريقه شو هي الطريقة الثانية؟ باين معطي الله لازم يشوف واحد آخر الجلسة ويزمي. طيب إذا عم روح على ال كل شيء ديفيجن اعمل له بايند ربط انه حدث الكليك مع هذا الفانكشن. يعني طريقه ثانيه لتسجيل الحدث. هلا اذا بدي شويه معلومات عن الحدث لاحظوا بجوز انا بيهمني تبغى القصه مهمه. انا بيهمني احداثيات الفاره وين عمل كليك اليوزر. بيهمني شو نوع الحدث. بيهمني الى اخره. فلاحظ كيف اعمل له. مع البان على حدث الكليك شو عم اعمل؟ عم اعمل فانكشن عم مرق له او هذا الكي وورد هي. لما بحط البارامتر ايفنت شو صار فيني؟ صار فيني حصل معلومات عن الايفنت. من اهمها ايفنت تايب شو هو الحدث؟ كليك تشينج الى اخره. البيج اكس والبيج واي الاحداثيات الافقيه والعموديه. شو يعني تارجت انر اتش تي ام ال؟ اللي كبست عليه شو مكتوب بقلبه HTML. تمام؟ اذا رح ارد عيد لاحظ ولا معناتها على التنفيذ لما عم اكبس على هذا 3 الايفنت تايب كليك احداثيات الفارق 75 184 شو مكتوب بقلبه الانار HTML 3. تمام؟ اذا كل واحد حسب وين عم تكبس عم طلع هاي المعلومات. طبعا هذا امثله. شو يعني امثله؟ يعني هون اكيد عامل لكم جدول. لاحظوا هاي الاحداث شو هدول بلو رجيني فينا نسجلهم. لا تخلطوا بين بلور والحدث. يعني انا انتبهوا بالجافا لما بنكتب الكليك شلون بنكتب اون كليك وبنكتب حدث. هون بالبايند شو بكتب؟ بايند كليك. يعني هي بين قوسين بالجافا بكتب اون بلور اون تشينج يعني اسم الاتربيوت لما بربطه مع عنصر. هون بالبايند شو بقول له؟ بايند مثلا مع البلور، بايند مع التشينج، بايند مع الكليك الى اخره. نفس الشيء الفوكس كي داون كي بريس كي اب. لاحظوا هون الاحداث قديش صارت دقيقه. كي داون كبس الفاره، كي بريس شو الفرق بين كي بريس وكي داون؟ الكي داون
كبست ايدك تحت، الكي اب رفعت ايدك، الكي بريس كبست ورفعت، ماوس داون، ماوس انتر، ماوس ليف، ماوس موف، ماوس. طبعا هذول ليش صاروا كثير دقيقين؟ لانه عم نشتغل كلام سايد، معناته انا في لاحق كل الاحداث تبع اليوزر كلاينت سايد. طبعا سيرفر سايد شبه مستحيل لاحق هذول الاحداث. ليه؟ ايش يعني شبه مستحيل؟ يعني ما حيلحق تروح المعلومه للسيرفر ويرجع الريسبونس والى اخره. لذلك اهميه البرمجه كلاينت سايد، اي شيء في تفاعل مع المستخدم اكيد شو لازم؟ لازم شو يكون؟ كلاينت سايد. تمام؟ شوف ها هي الكائن ايفنت. هات نشوف اذا حاطط لكم ال ال الجدول ال طبعا طيب هون شو عم نعمل؟ هون ما حتبين معكم، لما عم اكبس على الشغله عم اعمل لها راب. هلا الراب بده لبين ما انه يكون النص اكبر من هيك، بس يعني كطريقه راب انر الكونتنت. شو عم اعمل معناتها؟ عم اخذ المحتوى تبعه وحطه ضمن بي بي يعني ضمن بول، فلذلك اللي عم تكبس عليه شو عم يصير؟ ما بعرف اذا باين معكم، عم تكبس عليه عم يصير بول، ينحط ضمن البول. طيب هلا نيجي لقصه ما حنقدر نشوف كل شيء فيها. طيب شو القصة اللي ما حنقدر نشوف كل شيء فيها؟ هي الأجاكس. شو معناتها أول شيء الأجاكس بشكل عام؟ الأجاكس إني أقدر لوّد شيء من السيرفر بمنطقة بالصفحة تبعي بدون ما أعيد تحميل الصفحة بشكل كامل. رح أعيد. السلوك الطبيعي للصفحات بشكل عام بعد كل صدمة شو بيصير؟ تنعاد تحميل الصفحة من السيرفر. هلا هاي قصة غليظة. ليه؟ لأنه بيصير كل ما بدي غير شغلة بالصفحة بدي عيد تحميلها. لذلك طلعوا بهي التقنية، تقنية الأجاكس. طيب شو معناتها الأجاكس؟ معناتها بدي اجيب شيء من السيرفر، طيب شو هو الشيء من السيرفر؟ هل ممكن يكون محتوى صفحة ثانية، ممكن يكون نتيجة تنفيذ صفحة سيرفر سايد، يعني اي اس بي او بي اتش بي. تمام؟ هلا لذلك انا هون ما فيني هلا بطلع لكم شو المثال وليش هون ما بيتنفذ هيك. هلا المثال عم يقول لك في عندي هون صفحة بغض النظر افرضوا جايتني نتيجة تنفيذ، هلا انا حاططها كمثال صفحة فيها هالجملة. هلا انا شو بدي؟ بدي بهي الصفحة لما اكبس على الزر يجيب لي هذيك الصفحة في السيرفر ويحطها هون. تمام؟ طبعا ليش هلا ما عم تشتغل؟ مع انه الكود يبدو انه هذا هو اللي بدنا نقول له اياه لود. اذا هون شو عم قله؟ بس اول شيء نمشي شغله شغله. هون شو عم قله؟ لما بكبس على هذا الزر روح على هذا الديفيجن ولود هاي الصفحه. طبعا هذول الصفحات لازم يكونوا محطوطين على مخزن الويب للسيرفر. يعني هلا
كثير استطرد. شو الفصل الجاي رح تشوفوها مثلا بيشتغل بي اس بي، في عندنا برنامج اسمه الاباتشي يلي بيسمح اني اعمل هوستنج لصفحات اتش تي ام ال او بي اس بي على حاسبي. شو معناتها هالقصه؟ معناتها انا طبعا شلون بوصل لهدول الصفحات؟ بكتب في اليو ار ال، هسا هون حكتب له لوكال هوست البوابة اللي شغال انا عليها 8080. هلا انا مثلا هاي الصفحة ريزالت حاططها هون، شو يعني هون؟ في مكان مخصص على الحاسب هو على سي اكزام اش تي دوت، هاي الصفحة شفتوها؟ وين الريزالت هيك؟ وهي الصفحة تبع الاجابة اللي انا حاولت افتحها كفايل، ما بيصير ما بتنفتح، بتنفتح هيك. شو يعني بتنفتح هيك؟ يعني بيجي على هون شو اسم الصفحة، انا مسميها يمكن اجاكس ما نقطة اش تي ام ال، تمام؟ مشان هلا لما بدي اكبس شو الفكرة؟ طالما انا هون هذا مثل اش تي تي بي الى اخره، فيكم تتخيلوه اصلا مو فيكم، هو هيك ليكو لا اذا بنسخه بصورة هون شفتوه؟ طيب فهلا لما عم اقول له لود جاب الصفحة. وبهذا الجزء يعني لو كانت الصفحة فيها كذا قصة، التحديث صار بس على هذا الجزء. اذا شو عم اقول له هون؟ التعليمة الأساسية اسمها لود. شو معناتها؟ جيب لي محتوى من السيرفر وحط لي اياه بمثلا هون شو عندي ديفيجن او شيء شغله ما قرأت اي دي، تمام؟ شو فيني اعمل شغلات ثانيه غير اني اجيب صفحه اتش تي ام ال؟ قال فيني ابعث داتا للسيرفر. طبعا شو معناتها بدي ابعث داتا للسيرفر؟ يعني بدي ابعث داتا لصفحه برمجه سيرفر سايد. مثلا هون شو عم اقول له؟ بعث لي لصفحة ASBX، هي صفحة معناتها مكتوبة بمايكروسوفت ASBX تكنولوجي، وعم قل له بعث لي فيها باراميتر اسمه نيم وقيمته نيم، النيم اكيد آرية من شي ارنين، تمام؟ معناتها لما حاكبس هالزر حيروح يبعث او يفتح يستدعي هالصفحة ويبعث لها البراميتر. مثلا هون انا ما حنفذها لانه اصلا ما لي منفذ البطنت. اذا هون عندي صفحة ASBX دورها تقرأ البراميتر وتعالجه. شو بده يصير يعني معناتها؟ لاحظوا خلينا نشوفه هون، انه انا لما بكتب اسم وبثبت الزر حتروح تبعث هالاسم لصفحة سيرفر سايد، بيقرا الاسم وبيعالج. هلا هون شو المعالج اللي عم يعملها؟ بس بيكتب ويلكم الاسم اللي اجاه. بس هي ويلكم الاسم اللي اجاه شو هي؟ شو هي؟ هي نهاية المطاف نتيجة تنفيذ تعليمات سيرفر سايد. طيب اكثر هيك ما اعملوا فينا نبعث جيسون، هذول من اجل هذا الفصل الجاي اللي هو موضوعنا في الرسائل. طيب واضح؟ اذا هيك بنكون ختمنا الاجاكس، يعني مو ختمنا بمعنى ختمنا، بمعنى انه عملنا بانوراما. شو في عندنا موضوع شو اسمه؟ البوتستراب. طيب واضح؟ حدا عنده سؤال استفسار تعليق؟ خيرا.
مستحيل ولا ثانية ولا ثانية مو عكافي اصلا. هي الوظيفة في الساعة 20، انا مو بايدي الصلاحية ايام.